المقاولين يوم 16. ادي العرضيه الاهلاويه، عمرو جمال جوه الجول وخلص اللقاء. عمرو جمال هدف ثاني للنادي الاهلي، هدف ثاني للنادي الاهلي براس عمرو جمال. اتلعبت العرضيه الاهلاويه على طول براس القناص، براس الهداف على طول. شوفوا تريزيجيه لعب العرضيه، عبد الله سعيد يا دوب البليسنج يسجل عمرو جمال في المقص اليمين لمرمى علي فرج عشان تصبح النتيجه 2 للنادي الاهلي وهدفين لعمرو جمال في هذا اللقاء. هدف الثاني